ولئن اتخذتنا مغنما لتجدن وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فإلي الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمح ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحب عنك عارها أي لا تغسل عار عملك إلى يوم القيامة ولا ترحب عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله تعالى أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل فقال يزيد في جوابها يا صيحة تحمد من صوائحي ما أهون النوح على النوائح في هذا المجلس تقول فاطمة ابنة الحسين عليه السلام قام شامي أحمر والتفت إلى يزيد وقال يا أمير هب لي هذه الجارية تكون خادمة لي تقول فاطمة ابنة الحسين فارتعدت وظننت أن ذلك جائز لهم فأخذت بثياب عمتي زيني وقلت لها عمة أوتمت على صغر سني وأستخدم لأهل الشام وكانت تعلم أن ذلك لا يكون فقالت له عمتي زينب ملتفتة إلى الشامي ما كان ذلك لك ولا لأميرك فقال يزيد كذبت والله إن ذلك لي لو شئت أن أفعل لفعلت فقالت زينب كلا ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا فاستطار يزيد غضبه وقال إياي تستقبلين بهذا الكلام إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك قالت زينب عليه السلام بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما قال كذبت يا عدوة الله قالت له أنت أمير تشتم ظالما أي تشتمني بظلمك وتقهر بسلطانك فكأنه استحى وسكت فأعاد الشامي مقالته هب لي هذه الجارية فقال له يزيد اعزب عن هذا وهب الله لك حتفا قاضيا ثم أن يزيد جعل ينكت ثنايا الحسين بخيزرانه هذا وزينب وباقي بنات رسول الله تحترق قلوبهن حسرة ولوعة وكأني بها وقفيت والدمع يجري على الخدوم وياها وياها العليل بمحجتي جرود
مثل العود عم رشف الهادي صوتك صابني وألم فؤادي قبل ما العيد صدر حسين ألم بعد زينب لها خطاب يجرح القلب والفؤاد ولا كلمت يا حسين عدوان ولا كلمت يا حسين عدوان أنا مخدرتها هاشم وعدنان والله ولا تخدرت مثل النسوان انا الكان ما يمشايف لخيال حكم زماني واحوج الحال والله انا بديت وسبي بوليتن ذايل ولا قالب قبل الخيال بعد الخدير بعد الدلال بعد الخدير بعد الدلال علي النوب ومربط بحبول وأعظم ما يشج الغيوم أورد دخولها سيين ما بارح اللهو والخمر إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.